نحن نتحدث عن شخصيات المعارضة الخارجية التي تسمي نفسها هيئة التفاوض، لم تقدم شيء للشعب السوري، وخاصة في الهجمة الأخيرة التي يتعرض لها الشعب السوري في ريف إدلب الجنوبي وفي ريف حماة الشمالي، وأكثرهم يضعون أيديهم بأيدي العملاء الروس أو الاحتلال الروسي وعملاء النظام. والله هيك مواقفة سلبية كلها، لأنه كل النهار في 20-30 مجزرة وهن ملتين بحالهم بكيفهم، والعالم هون عم تشرد اللي تحت الأشجار بالشمس برمضان قضوه، الله يكون بالعون كيف قضوه، وهن ملتين في حالهم هنيك عم يفاوضوا، كل واحد فاض لشخصيته بس، نسوا الشعب السوري كله. هذا ما في أمل فيهم طاول، لا من قريب ولا من بعيد. مثل هيئة التفاوض ائتلاف، هي الشعب السوري يعني عم بيموت تحت الأنقاض، طيران لك الروس، يعني دمار دمار بسوريا، هن فنادق وأكلين شاربين نايمين مرتاحين، ما حدا حاسس فينا، يعني هدول يعني هن عيشتهم خيانة لدم الشهداء. نحن ما بيمثلون هذا الائتلاف المعارض ولا نصر الحريري ولا غيره، نحن ما نسألين على حدا، نحن اللي بيمثلنا السوار اللي على الجبهة اللي عم يتعرضوا للقصف وللضرب. بالنسبة لموضوع التحرك السياسي لمعركة ريف حماة ومحافظة إدلب، لا يوجد أي تحرك سياسي، لا يوجد أي عمل سياسي على الأرض، لم نرى إلى الآن من الائتلاف الوطني والسياسيين خارج سوريا أي بصمة لهم على الأرض أو أي كلام بالنسبة لهذا الموضوع. بالنسبة للهيئات السياسية كحكومة مؤقتة أو هيئة تفاوض، ما شفنا أي دور إلن في الخارج، لا بمطالبة بوقف الهجمات على المدنيين ولا بأي شكل كان من مساعدات إنسانية، ما عم نشوف إلا أي دور خالص.